بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى بارك الله فيكم أيها المستمعون الأكارم لقناة الدكتور تشيرنو أحمد جالو الأستاذ بجامعة إفريقيا العالمية كلية اللغة العربية وغيرها من الكليات الشريعة والقانون والدراسات الإسلامية وغيرها من الكليات في السودان وخارج السودان. اليوم بإذن الله سنبدأ كتابنا الذي نوينا أن نقوم بشرحه اليوم، ألا وهو متن الأخضري في الفقه على مذهب السادة المالكية للشيخ عبد الرحمن الأخضري. أخبرني أحد إخواننا في أوروبا جزاه الله خيرا بأن هنالك حوجة أو حاجة ماسة في هذا الأمر في هذا الفقه، وهو كذلك، ولكنه قال لي بالذات الفقه المالكي جزاه الله خيرا، فرأيت أن أشرح هذا الكتاب شرحا ومتوسطا لفائدة الأمة جمعاء. قال المؤلف رحمه الله تعالى، وهو العلامة عبد الرحمن الأخضري جزاه الله تعالى خيرا وشرح كتابه هذا بعض الأئمة المعاصرين وغيرهم، منهم الشيخ صالح عبد السميع الآبي الأزهري، وسمى هذا الشرح بهداية المتعبد السالك، شرح يعني الشيخ الآبي الأزهري. قال المؤلف رحمه الله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بدأ المؤلف بالبسملة فقال بسم الله الرحمن الرحيم، ومعلوم أن كل أمر يبدأ بغير بسم الله فهو أمر لا يمكن أن يحصل فيه البركة، ولذلك هذه سنة المؤلفين، فإنهم درجوا يعني على أن يفعلوا هذا الأمر دائما في مؤلفاتهم وفي كلماتهم وفي غيرها. فقال بسم الله الرحمن الرحيم، أي أبتدئ أقوالي وأعمالي بسم الله، ووصف اسم هذا الاسم الأعظم على أرجح أقوال أهل العلم الله، وصف الله هنا بالرحمن وكذلك الرحيم، فالرحمن صفة تدل على الامتلاء، بمعنى الله عز وجل هو الذي يرحم جميع الناس في الدنيا، لا فرق في ذلك بين مؤمنهم وكافرهم وملحدهم، وكذلك العلماني والعلمانية والشيوعية، كل هؤلاء الله عز وجل يرحمهم رحمة دنيوية ورحمة عامة. نعم، هذا معنى الرحمن، ولذلك لا تعجب إن رأيت من هو كافر ومع ذلك فإن الله عز وجل قد أنعم عليه كثيرا وينعم عليه كثيرا. وأما صفة الرحيم أما اسم الله الرحيم فهذا الاسم من الأسماء التي فيها الرحمة كذلك، ولكنها تكون فقط لأهل الإيمان يوم القيامة خلافا للرحمن. ثم قال وصلى الله على سيدنا محمد، أسأل الله أن يجعلنا من أهل الرحمة في الدنيا والآخرة، آمين. ثم قال وصلى الله على سيدنا محمد، فصلى على نبينا الكريم محمد بن عبد الله وآله وصحبه وسلم، صلى على هؤلاء جميعا وطلب من الله عز وجل وسأله أن يسلم على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأهله وآله وذرياته وأتباعه، وأن يسلم عليهم تسليما، آمين يا الله يا رب العالمين. فلا يخفى عليك أهمية الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال المؤلف الحمد لله رب العالمين، فحمد الله وأثنى عليه ونزهه من كل شر. وحمد الله عز وجل، من هو الله؟ رب العالمين.
أي الله عز وجل الذي رب العالم والعالمين جميعا بصنوف النعم المختلفة، رباهم فخلقهم أولا وجعل لهم العقل وكتب لهم الإيمان ورباهم بنعمه الكثيرة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فالحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. إذن فحمد الله عز وجل، وهنالك فرق بين الحمد والشكر، ليس هنا موضع ذكر ذلك حتى لا نطيل عليك أيها المستمع وأيتها المستمعة الكريمة، فأحيلك إلى الكتب المطولة. المهم هنا الحمد لله رب العالمين، العالمين، سبحان الله. ثم قال: والصلاة والسلام على سيدنا محمد، فصلى على النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى، خاتم النبيين أي آخر الأنبياء والمرسلين، نعم، وإمام المرسلين، هو آخرهم ولكنه سيدهم صلى الله عليه وآله وسلم. الخاتم هو الأخير، أما الخاتم فهو الخاتم المعروف الذي يوضع على الأصبع، ولذلك حاول بعضهم أن يقول محمد ليس هو آخر الأنبياء والمرسلين، ولذلك لا يقولون خاتم النبيين وإنما يقولون خاتم. عليه يقول هذا الكلام عدد من الشيعة الروافض عليهم من الله ما يستحقون، وقد قال بهذا القول كذلك عدد من الناس الجهال الذين نصروا مذهب الشيعة، عافانا الله وإياهم. فإن الله عز وجل أرسل الأنبياء والمرسلين، يعني أوحى إليهم، ويعني جعل الخاتم منهم هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فلا نبي بعده. ومع ذلك فهو إمام المرسلين، فقد فضل الله نبيه صلى محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء والمرسلين. وإن كان هنالك خمس من أولي العزم، هؤلاء هم أفضل الأنبياء والمرسلين. وبعد هذه المقدمة الجميلة التي تشير إلى العقيدة وتشير إلى توحيد الربوبية وإلى توحيد الألوهية وإلى توحيد الأسماء والصفات، نبه المؤلف عن يعني كلام مهم جدا، وبدأ يتحدث عن أبواب الفقه أو عن باب الفقه الذي يدل على الأحكام الشرعية، نعم، المتعلقة بالأدلة التفصيلية. ولكن ينبغي أن نعلم أن الفقه قديما كان إذا ذكر الفقه فيعني العقيدة وكل الشريعة، لا فرق في ذلك. ولذلك الإمام أبو حنيفة كتب كتابه المشهور الذي يسمى بالفقه الأكبر رحمه الله رحمة واسعة، ما كانوا يفرقون بين العقيدة وبين الفقه، ولكن بعدهم جاء هؤلاء المعاصرون فقسموا يعني أبواب الشريعة إلى عقائد، إلى عقيدة ومعاملات، والشريعة إلى وسلوك إلى آخره. هذا كله للإفهام وللتعليم فقط، وليس يعني ذلك من أجل أن يفصلوا بين هذه جميعا. فيعني من ليس عنده سلوك فليس عنده عقيدة، والعقيدة لا تنفصل عن الشريعة وإلى آخره، نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى يذكر لنا هذه الأحكام الفقهية: أول ما يجب على المكلف تصحيح إيمانه، ثم معرفة ما يصلح به فرض عينيه كأحكام الصلاة والطهارة، والصيام. هذا ما نأتي لتوضيحه في الصوتية الثانية إن شاء الله. نعم أيها الأحبة المستمعون الأكارم والمشاهدون لقناة
الدكتور ثيرنو أحمد جلو، وهذا درسنا الثاني في متن الأخضري على مذهب السادة المالكية للشيخ عبد الرحمن الأخضري حفظه الله ورعاه ورحمه. نعم، إذن أول ما يجب على المكلف تصحيح إيمانه، أول شيء يجب على المكلف. المكلف هو القادر، المكلف هو الإنسان القادر العاقل، هو البالغ العاقل الذي بلغته دعوة الدين الإسلامي. أي إنسان يعني فيه هذه الشروط فهو مكلف، رجلا كان أو امرأة. فقال الشيخ رحمه الله تعالى، الشيخ الأخضري قال: أول ما يجب على المكلف تصحيح إيمانه. الله أكبر، يعني أول ما يجب عليك أيها الرجل وأيتها المرأة بعد أن أصبحت بالغا راشدا بلغت يعني مبلغ يعني التكليف، تصحيح أن تصحح إيمانك، بمعنى أن تصحح عقيدتك، أن تصحح يعني توحيدك، وهذا هو التوحيد والعقيدة. فكل الأئمة، أئمة أهل السنة من المالكية والشافعية والحنابلة والحنفية، كل هؤلاء قد اتفقوا على ذلك، تصحيح إيمانه. نعم، وهذا التوحيد ينقسم إلى توحيد الربوبية، ثم توحيد الألوهية، ثم توحيد الأسماء والصفات. إذن تصحيح الإيمان أولا، لأنه الإيمان أو العقيدة إذا لم تكن سليمة فإن كل الأعمال الأخرى لا يمكن أن تكون مقبولة أبدا أبدا أبدا. إذن صحح إيمانك أولا، هذا أول ما يجب عليك أيها المكلف. ثم ماذا يا شيخنا عبد الرحمن الأخضري بارك الله فيك؟ قال: ثم معرفته، بعد أن تعرف توحيدك وما فيها من تفاصيل كثيرة، عليك أن تعرف ما تصلح به، كما قال: ما يصلح به فرض عينه. أي عليك أن تعرف ما يمكن أن تصلح به فرض العين. مثل ماذا؟ كأحكام الصلاة. ما حكم كذا؟ ما حكم نعم الصلاة؟ ما أحكام الصلاة؟ والطهارة لا بد أن تعرف هذه، والمرأة لا بد أن تعرف الحيض والنفاس وما إلى ذلك، والصيام هذا الشهر العظيم الذي نحن فيه، هذا كله لا بد أن تعرفه. وهذا فقط مثال، والأمثلة كثيرة جدا. ثم ماذا؟ قال: ويجب عليه أن يحافظ على حدود الله. يعني الله إذا قال لك قف هنا تقف، إذا قال لك واصل افعل تفعل، افعل، اترك تترك، إذا أمرك تأتمر، وإذا نهاك فعليك أن تنتهي، أي عليك أن تترك. هذا معنى عليه ويجب عليه أن يحافظ على حدود الله. حدود جمع حد. نعم، ويقف عند أمره، هذا تفسير لحدود الوقوف عند حدود الله. ويقف عند أمره، أي إذا أمرك الله فعليك أن تفعل، ونهيه إذا نهاك الله فعليك أن تترك. ويتوب إلى الله سبحانه، لا بد من أن تقوم لا بد أن تتوب إلى الله توبة نصوحا، توبة جيدة، توبة صحيحة شرعا، قبل أن يسخط عليه، أي قبل أن يسخط الله عنك، أي قبل أن يغضب عنك. نعم، ثم قال: وشروط التوبة، يريد أن يوضح لك ما شروط التوبة. التوبة حتى تكون صحيحة عند الله ومقبولة لا بد لها من شروط، لذلك علمنا الشيخ فقال: وشروط التوبة أولا الندم على ما فات، يعني لا بد أن تندم على تلكم الأفعال التي كنت تفعلها. إذا كنت تقوم بالسرقة لا بد أن تترك السرقة، الكذب اترك الكذب، النميمة تترك النميمة، الزنا أعزك الله تترك الزنا، الغيبة، النميمة، الكذب،
السباب الشتم عقوق الوالدين لا بد أن تندم على هذه الأعمال السيئة التي فاتت وسبق أن فعلتها لا بد أن تندم الندم يعني أنت تقول لماذا فعلت هذا سبحان الله وإن شاء الله لن أفعل مثل هذا ويكون هذا صحيحا فيك هذا أولا ثانيا قال والنية على والنية ألا يعود إلى ذنب فيما بقي من عمره بمعنى أنت تنوي أنك لا يمكن أن تسرق أبدا ما بقي من حياتك ولا يمكنك أن تكذب فيما بقي من في حياتك أيضا لا تفعل الزنا أو لا ترتكب الفواحش طالما أنت حي تنوي هذه النية بصورة صحيحة فتنوي ألا تعود إلى الذنب إلى ذنب فيما بقي عليك من عمرك ثم الشرط الثالث وأن يترك المعصية في ساعتها إن كان متلبسا بها إن كان يفعل المعصية فعليه أن يترك المعصية مباشرة في ساعتها في وقتها لا يقول أنا واصل وإن شاء الله يوم السبت سأبدأ من قال لك ستعيش إلى يوم السبت ربما قبضت روحك وأنت تتحدث ربما قبضت روحك يوم الجمعة ربما قبضت روحك وأنت تذهب إلى السرير تنام لتنام هكذا من يضمن لك وأنت تتنفس إن تنفست وأدخلت الهواء ألا تخرج هذا الهواء هذا كله بيد الله فلا تسوف أيها الأخ الحبيب وأيتها الأخت الحبيبة ولذلك قال الشيخ وأن يترك المعصية في ساعتها يعني فورا إن كان متلبسا بها أي إن كان يفعلها نعم ولا يحل له أن يؤخر التوبة أي لا يجوز له تأخير التوبة والتسويف كما قلت قبل قليل نعم ولا يقول حتى يهديني الله لا يقول أنا خلاص الله لو كان يريد مني الهداية لهداني لكنه تركني وأنا من أهل المعصية ويعرفني خلاص أنا سواصل أعوذ بالله هذا ليس جيدا الله خيرك وتركك فأنت مخير ومجبر في آن واحد وأما إذا قلت فأنا مجبر فهذا اتهام لله عز وجل أن الله قد ظلمك وقد قال الله وليس وما الله بظلام للعبيد لا بد أن تعلم أنك مخير فيما تقدر عليه كالصلاة والصيام والحج ولكن أنت مسير فيما لا تقدر عليه يعني مثل سواد عينيك أنت طويل أو أنت قصير هذا لا تستطيع أن تغير شيئا أنت مجبر في هذه الأشياء ولكن أنت مخير في الصلاة والدخول في الإسلام وأن تكون عبدا صالحا وأن تكون من أولياء الله ولذلك الله يؤاخذك عليه ويحاسبك نعم هذا هو الصواب من أقوال أهل العلم أقوال أهل السنة والجماعة إذن لا يقول أحد هذا الكلام السيء يقول حتى يهديني الله أنا سأجلس فإذا أراد الله أن يهديني فسيهديني فإنه من علامات الشقاء يعني إذا قال إنسان هذا فهذا يدل على أنه ليس من أهل الخير هو من أهل الذين غضب الله عليهم نسأل الله السلامة والعافية والخذلان أي الذين الله جعلهم من أهل الصراط غير المستقيم وطمس البصيرة بمعنى الذي يقول ذلك يعني ليس عنده علم وليس عنده بصيرة وليس عنده رؤية ما عنده فيجن ليس عنده خير في قلبه ولكنه يحمل شرا كثيرا في قلبه فالأعمى أفضل منه لأن الأعمى يكون أعمى البصر ولكنه يكون يعني ما شاء الله الله ينور له بصيرته وأما الذي يكون منافقا فإن أو كافرا أو ملحدا فإن الله يطمس يعني يترك عينيه فيبصر بهما لكنه يكون مطموس البصيرة أي لا يرى الحق حقا بل يرى الحق باطلا ويرى الباطل حقا
نكتفي بهذا إن شاء الله، وألتقيك إن شاء الله في درسنا القادم بإذن الله عز وجل يوم الأحد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولا تنسونا في صالح الأدعية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.